الأولاد، السلام عليكم. إن شاء الله راكم ملاح. تحياتي للجميع من القرية الحزينة سخانة، راهي واحد 43 سمعنا. هذه جهنم يا محينك، لا سخانة. المهم كنت رايح لابلاج، لابلاج تشوف، كنت رايح للواد، منا كاين الواد، كاين واحد البلاصة شابة. لقيت لي طرافو هنايا مغلقين الطريق هذه، هم يحفروا يكملوا في الطريق، راح يكملوا الطريق هذا، راح يكملوها من التروطوار وتاع الفيلو، راح يكملوها حتى لتحت. جايز من نشت هذا البوكلة هذه، هذي مش عارف اسمها بوكلة ولا دوزون، تدحس تنقي تدير كل شيء. هذي شتا اللي فكرت عباكم بلي هذي المهنة الحرفة هذي، يعني اللي عنده البيرمي تاع بيرمي تاع كونديكتور دونجان، هادو صوالح بوكلا تراكس يو فيهم الخدمة. الله غير فيهم. اصبر ندير ماري البغلة هاي، هاذي فيها الخدمة. شوف لي الدوميتور هاذي كونديكتور دونجان كيما نقولو، آلة الحفر هاذي. اللي عنده لي بيرمي تاع هادو الصوالح هادو، الله غير فيهم الخدمة. سورتو لي بكواطو لي راهو راح يتزوج، راهو جاي مش عارف، او طالع مع مرتو، مرتو رايحة تطلع وما لقاش واش يدير. هاي ليك روح تعلم ثم في الجزائر، ما شافش حد تعلم، هذي 16 شهرين فيها الخدمة والله غير فيها، وتخدم قاع واش كاين، ماشي زعما تمسخير، تخدم قاع واش كاين. ومن نعرف عباد ما عندهمش كواطو يخدموا حقيقة والله، راكو تعرفوا كيفاش يخدموا بلا ما ندخلوا في التفاصيل. هذيك نصيحة خفيفة، جي جايز من نشتا كونديكتور دونجا هذه، والله غير مليحة اللي حاب يتعلمها في الجزائر، باسكو كاين بزاف ناس راهم جايين يعني يتزوج مع وحدة عندها الجنسية وراهو في البلاد راهو طالع ما بقالوش بزاف، ويطلع كاش 3 شهور ولا 4 شهور وما عنده حتى حرفة في الجزائر، يزرب يروح يتعلم هذه الحرفة كونديكتور دونجا، يتعلم يسوق تراكس ولا البوكلة ولا يسوق لاكري هذيك اللي يخدموا بها الشوانط هذيك. هذو قايتي فيهم الخدمة وفيهم دراهم، فيهم دراهم يعني كزيد السوايع. هكذا خوتي معلومة برك يكون جايز منا من الطريق هذي، شفتها قلت لا غير سرح فيديو خفيف تاع 3 دقائق فيه معلومة وفايدة وصاري او ملعب الساعة. هذا انا رايح للواد منا، عندي شوية خبز نمدو البطاطي وندخل الدار مع المغرب ان شاء الله. هكذا خوتي، تحياتي للجميع، السلام عليكم.